أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزبد قارئ رعد الكردي باوسك تلاوتك رحمة باكبش. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وزبد قارئ عبد الباسط فواسك تلاوة كلام باكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا بدا الشيخ عبد الرحمن السديس فواسك تلاوة كلام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أزبد الشيخ ماهر المعكيلي باواسك تلاوة كلام الفاكر. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء
تخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم.